يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أقول لصاحبي لولا أنت ما كنت مستمعا للأغاني وغير ذلك من المعاصي؟ يعني من باب السببية، تقول صحبتي لك ومخالطتي لك سببت لي استماع الأغاني، هذا من باب اللوم لنفسك أنك صادقته وهو يستمع للأغاني فجر ذلك إليك. فإذا كان هذا من باب اللوم لنفسه فلا بأس. نعم.